فريد على قناه انفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش غنسول المواطنين علاش الشباب ما بقاش باغي يتزوج. لا بغيتو تعرفوا علاش، اجيو معايا. علاش دابا الشباب والشابات ما بقاوش باغيين يتزوجوا؟ كاين بزاف ديال الدوافع اللي كتجعل الشباب ما يتزوجش، لان كنقول انا في رايي ربما الاقتصاد ديال البلاد في السكن، هذه اول حاجه. ثم ثانيا الانسان ثاني كيخاف المشاكل ديال الطلاق وهذاك الشيء، كيخاف يتزوج يقهر حياته باش يتلاقى مع شي مرة. وكاينه نظريه اخرى عاوتاني، كيشوف الانسان الى بقى حر ديالو كيقول احسن كاع هذاك الفلوس انا نصرفها مع راسي، مادام المرة ما ربما ما تكونش فيها الخير. وكاينه عاوتاني حاجه اخرى، يعني الانسان حتى هو ما عندوش ديك القريحة باش ينوض يدير وليدات ويتزوج، كيقول لا انا نقهر راسي. دابا السبب من المراه، علاش ما يكونش السبب من الراجل مثلا؟ وحنا ما كنقولوش السبب 100% من المراه، السبب كتكون كيكون من الراجل بكثر التخوف. كيف انا عندي صالير ما كافيش، يقدر يكون عنده صالير ما كافيش. السلام. صافا بخير؟ لاباس. علاش دابا الشباب ما بقاش باغي يتزوج في النظر ديالك؟ علاش الشباب ما بقاش باغي يتزوج؟ حيت كثر الفيس وكثر داكشي ديال الانترنت، و يعني كثروا الدريات بزاف، ولاو كيلبسوا شي لباس يعني ما طبيعيش، وما بقاوش كيحشموا، وهادشي اللي كاين بكل تواضع. دابا اسباب هاد العزوف على الزواج يعني هو الفيسبوك والانترنت واللبس ديال الدريات. يعني الدريات هما السبب. الدريات هما السبب. الدراري ما عندهم حتى شي مشكل. لا الدراري بخير، ماشي مشكل. والدري راه راجل، راه راجل. المراه اللي كتعايب. دابا الدريات اللي منهم لافوت. الدريات اللي منهم لافوت. بكل تواضع تحياتي. اصبحت واحد الظاهره انه الشباب اصلا ما خدامش، فهمتي؟ الخدمه كتلعب واحد الدور كبير بانه خاصو يكون خدام. بزاف المتطلبات ديال الحياه، في حاله ما كانش ولا بليبار ديال لي جون دابا ما بقاش كيبان لهم الجواز، حيت كتبان لهم واحد المرحله لانها صعيبه، فهمتيني؟ يعني غادي يتزوج غادي ياخذ يلقى مشاكل في الدار. يعني الزواج مسؤوليه. مسؤوليه، هذيك المسؤوليه كاين اللي ما كيقدرش على هذيك المسؤوليه، وكاين اللي عندهم دوافع انهم يتزوجوا، كيقدر طاحوا كيشوفوا على حسب نسبه الطلاق اللي ولات في هذا العصر الحالي، وفهمتي المراه المغربيه كيفاش ولات كتفكر، ولات عندها واحد ايديولوجيه، فهمتي؟ هي متبعه، فهمتيني؟ جميع المراه المغربيه. دابا شكون السبب، واش المراه ولا الرجل؟ السبب بالنسبه لي انا كيشوف هو المراه، ان هي من الرجل راه كيقوم بالمهمه ديالو، باش ما كان بعدا كيبقى راجل. اولا التبرج، ثانيا البطاله، ثالثا غلاء الاسعار. كيفاش هاد الشباب غادي يتزوج؟ حتى الا كان شي واحد خدام راه يلا هذيك الصاله غادي تقدو غير على المتطلبات ديالو، هو غادي ثاني يزيد عليه بالمراه، والمراه خصها المصاريف وخصها بزاف الحاجات. ايوا يعني هادو هما العوامل. هذه العوامل الاساسيه هي هذه. انت كتشوف بنادم ما قادش على راسو، الواحد دابا سيرتو اللي خاصو خدام، خاصو في انفيو ترونسبور ويجي، وخاصو يشري شي حويجات، خاصو تدارهم. راه كاين اللي لا بليبار ديالهم ما كيعاونش والديه، باش غيعاونو هما كيشوفوا بعين الاعتبار ان هذاك الشيء ما قادوش حتى هو. ايوا هذا هو السبب، العزوف على الزواج. هذا هو العزوف على الزواج.